بسم الله الرحمن الرحيم. اتجاه التيار المستحث يعاكس السبب الذي احدثه. طبعا ده قانون لينز، لان عند ادخال الشمالي لاحظ انحراف الجلفانومتر، عند نقطة تفرع فان مجموع شدة التيارات اللي داخلة بيساوي مجموع شدة التيارات اللي خارجة، يسمى بقانون كرشوف الأول، ويسمى أحيانا بقانون حفظ الشحنة، لأن الشحنات اللي داخلة هي نفسها الشحنات اللي خارجة عند نقطة تفرع. في مسار مغلق فإن مجموع قوة الدفعة بيساوي مجموع فروق الجهد، لأن البطارية تعطي قوة دافعة للشحنات، طاقة كهربية للشحنات تفقد وتتحول في الأجهزة في شكل على حسب الجهاز، يسمى قانون كرشوف الثاني أو قانون حفظ الطاقة. الممانعة التي يلاقيها التيار المتردد أو التيار المستمر، أو نقول النسبة بين فرق الجهد وشدة التيار، تسمى المقاومة الكهربية. طبعا ده شكلها لو فتحت أي جهاز كهربي، هو شدة التيار المار في مقاومة مقدارها 1 أوم وفرق الجهد 1 فولت. طبعا هو شدة التيار يبقى ده أمبير على طول. القوة الدفع المستحثة تتناسب طرديا، قوة الدفع المستحثة تتناسب طرديا مع معدل تيار الفيض وعدد اللفات، يسمى ده بقانون فاراداي. تكبير الضوء بالانبعاث المستحث، تكبير الضوء بالانبعاث المستحث، ده طبعا ده الليزر. شفرة تعطي صورة مجسمة، الشفرة اللي هي نقصد بها دي، وهي تنتج من الأشعة المنعكسة مع الأشعة المرجعية. طبعا الشفرة دي تسمى بالهولوجرام، بتعطي صورة مجسمة. أما الحزمة المتوازية التي تخلط مع الأشعة المنعكسة، طبعا دي بتسمى بالأشعة المرجعية. حالة يكون فيها عدد الذرات المثارة أكثر من المستقر. طبعا للفعل الليزري لازم الأول نزود فترة العمر إلى 10³، تسمى حالة شبه الاستقرار، ثم لا تصل إلى حالة الإسكان المعكوس. يبقى الحالة اسمها حالة الإسكان المعكوس، هي الحالة التي يكون فيها عدد الذرات المثارة أكثر من الذرات المستقرة. عند التحام بلورة موجبة مع بلورة سالبة، فإن تتحرك بأن حركة الشحنات السالبة نحو البلورة الموجبة وحركة الفجوات نحو البلورة السالبة، تسميه تيار الانتشار. أشباه موصلات، دي مادة جرمانيوم رباعية التكافؤ، أشباه موصلات أضيف إليها شائبة ألمونيوم، أو ممكن نقول شائبة ثلاثية، أي تحتوي على 3 إلكترونات في المستوى الخارجي أو ثلاثية التكافؤ، فيتبقى مكان فارغ من الالكترونات تسمى الفجوة الموجبة، ولذلك تسمى البلورة الموجبة. ممكن صيغة السؤال بشكل تاني، البلورة الموجبة نحصل عليها بواسطة اضافة شائبة ايه؟ اما تقول ثلاثية التكافؤ، او تقول من الالومنيوم، او تحتوي على 3 إلكترونات في المستوى الخارجي. ايضا اشباه موصلات، المرة دي اشباه موصلات سيليكون، أضيف إليها شائبة من الفوسفور، ممكن نقول الفوسفور، ممكن خماسية التكافؤ، أي تحتوي على 5 إلكترونات، فيتبقى إلكترون حر سالب هو المسؤول، ويبقى تركيز الإلكترونات أعلى، وتسمى بلورة من النوع السالب. لما نقول يتضمن مدى واسع من الأطوال الموجية، أحمر، برتقالي، أصفر، دي بتبقى من الأطوال الموجية المتصلة غير المميزة. لا نستطيع بقى أن نميز مادة عن أخرى، لأن معظم جميع المواد عند تصحيحها ينتج عنها طيف مستمر، طيف انبعاث مستمر، ولذلك تسمى غير مميزة متصلة. يتضمن عدد كبير من الأطوال الموجية، يتضمن مدى واسع من الأطوال الموجية. أما إذا كانت يتضمن عدد محدود من الأطوال الموجية المنفصلة المميزة، يبقى المنفصل على أساس إن كل عنصر له طيف يميزه، ف
فإذا مثلا وليكن مثلا لون أصفر ذهبي يكون صوديوم، بنفسجي بوتاسيوم، أحمر بيكون هيدروجين، إذا ده بيبقى مميز، طيف مميز، خطوط منفصلة، ولذلك بنسميه طيف انبعاث خطي. يبقى يتضمن انبعاث خطي يتضمن عدد محدود من الأطوال الموجبة. خطوط مظلمة لطيف امتصاص خطي، طبعا احنا عارفين الشمس محاطة بهيدروجين وهيليوم، فالطيف الصادر منها بيكون كل عنصر يمتص الطيف المميز له، فتبدو لنا خطوط مظلمة. فهذه الخطوط المظلمة لطيف امتصاص خطي اللي ميزلنا العالم فرنهوفر، ولذلك تسمى هذه الخطوط خطوط فرنهوفر، فهي خطوط مظلمة لطيف امتصاص خطي. ده يثبت ان الشمس محاطة بغازي الهيدروجين والهيليوم. قاعدة فليمنج لليد اليمنى لتحديد اتجاه اليمنى لتحديد اتجاه التيار المستحث، بتنص على ان نوع الابهام والسبابة والاعصاب متعامدين. فاذا كان الابهام في اتجاه الحركة والسبابة في اتجاه المجال، فان اتجاه التيار يشير اليه الوسطى، ولذلك تستخدم من اهميتها تحديد اتجاه التيار المستحث. قاعدة امبير لليد اليمنى ده تحديد اتجاه اللي المجال الناشئ عن سلك مستقيم، تحديد المجال الناشئ عن سلك مستقيم. بنقبض على السلك على الذي يمر فيه التيار باليد اليمنى، بحيث الابهام يشير اتجاه التيار، فان التفاف الاصابع تشير اتجاه المجال. المقاومه المتغيره دي مقاومه ثابته، لكن دي المقاومه المتغيره اللي هي الريستات، طبعا بتستخدم في التحكم في شده التيار، لان احنا عارفين علاقه بين المقاومه والتيار علاقه عكسيه، تزيد المقاومه يقل التيار، ولكن العكس غير صحيح، اذا زاد التيار لا يؤثر في المقاومه، اذا قل التيار لا يؤثر في المقاومه. المتياف، المتياف يستخدم في تحليل الطيف، صح يبقى دي صح، الحصول على طيف نقي، يعني الحصول على طيف يحمر فقط، يزرع فقط، يغدر فقط، صح. قياس درجة حرارة النجوم، إذا الإجابة الصحيحة جميع ما سبق. أشباه الموصلات عازلة تماما عند درجة الصفر المطلق، لتصبح جميع الروابط مرتبطة، جميع الروابط مرتبطة تماما. جهاز فكرة عمله عزم الازدواج، طبعا ده الموتور او المحرك الكهربي، لان عند مرور التيار في السلك ده ينشأ قوة اف بتساوي بل، قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه، فيسبب عزم دوران. تحويل الطاقة الكهربية الى حركية، الكهربية الى حركية، ده برضو المحرك او الموتور. جهاز تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية، ميكانيكية أو حركية إلى كهربية، تسمى المحرك، بيسمى الدينامو أو المولد الكهربي. التوصيل الأمامي معروف، كيمر التيار بنوصل الموجب، الموجب بالموجب والسالب بالسالب، فيمر التيار ليه؟ لأنها تقل المنطقة القاحلة، القدرة الكهربية. مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، ده المقاومة النوعية. هي مقاومة موصل عندما يمر تيار شدته 1 أمبير، هي مقاومة موصل، طبعا واحد قياس المقاومة الأوم. مقلوب المقاومة النوعية اللي هي التوصيلية. القوة الدفع المستحسة عندما يحدث تغير في شدة التيار بمعدل 1 أمبير لكل ثانية، طبعا دي هي عبارة عن معامل الحس الذاتي. عند ثبوت الحرارة شدة التيار تتناسب طرد انفاق الجهد، ده قانون أوم.
هو معامل حس ذاتي. كلمة هو معامل حس ذاتي يعني وحدة قياس معامل حس ذاتي من الهنا على طول حتى بدون ما تكمل، لأن عند حدوث تغير في التيار بمعدل 1 أمبير لكل ثانية فتتولد قوة دفع 1 فولت. هو كثافة الفيض، طبعا وحدة قياس الكثافة تسلا. لما نيجي نكمل هنجيبه من قانون القوة المغناطيسية، يبقى هو كثافة الفيض في سلك وطوله يبقى نقول عليها تسلا، اللي هي وحدة قياس الكثافة. ايه عكس التيار الانتشار؟ طبعا عكس التيار الانتشار هو تيار الانسياب، لانه ينشأ من المجال الكهربي الناتج عن تيار الانتشار، يبقى الاجابة تيار الانسياب. تحرر الالكترونات من سطح معدن عند سقوط ضوء عليه، طبعا الضوء ذو تردد مناسب نقصد بيه اكبر من التردد الحرج اللي هي الظاهرة الكهربائية ضوئية. حاصل ضرب تركيز الالكترونات في تركيز الفجوات، ده بنسميه قانون فعل الكتلة. الطول الموجي للترددات الأكثر إشعاعا تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة المطلقة، يسمى قانون فين. قوة جذب الإلكترون للداخل وتمنع تحرره بجهد الحاجز، جهد السطح الحاجز. الدينامو المولد فكرة عمله الحس الكهرومغناطيسي، احنا عارفين ان عند حركة هذا الملف يحصل تغير في الفيض فتتولد قوة دفع كهربية مترددة، اذا نستخدم في تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. المحرك الكهربي فكرة عمله عزم الازدواج، ان ده مرور تيار ينشأ قوتين مساويتين في المقدار متعاكستين في الاتجاه، فينشأ عن ذلك عزم ازدواج عزم دوران، ولذلك يستخدم في تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. المطياف الفكرة تبنى إن احنا نضع المنشور في وضع النهاية الصغرى، لأنه لا يتم تحليل الضوء إلا إذا كان المنشور في وضع النهاية الصغرى. يستخدم في تحليل الضوء والحصول على طيف نقي وقياس درجة حرارة النجوم. أنبوبة كوليدج فكرة عملها تبنى على أن يسلط فرق جهد بين الفتيلة والهدف، يسلط فرق جهد عالي جدا لكي تكتسب الإلكترونات طاقة حركية عالية لتصطدم بالهدف، ولذلك لكي يتولد لنا أشعة سينية. إذن تستخدم في توليد الأشعة السينية اللي هي أنبوبة كوليدج، وانتفاخ زجاج انفراغ الهواء بفتيلة أو مهبط مصدر الكترونات وهدف تنجستاين وفرق جهد عالي جدا. عندنا الخلايا الكهروضوئية، هي عبارة عن انتفاخ زجاجي مفرغ هواء وده لوح سيزيوم، فعند سقوط الضوء يتحرر الكترونات. فالفكرة العمل هي انبعاث كهروضوئي اللي هو تحرر الالكترونات من سطح المعدن. اذا بتحول الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية